المزيكا دي وانا داخل اقتلها ولا ايه؟ انا بس عايز المفتاح مش اكتر. الله الله الله. الله 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 الله. ايه ده يا حبيبتي، ده طعم ده ولا ايه؟ طب يا ترى ده هيكفي معايا المشوار اللي انا رايحه؟ ايه ده، هتيجي معايا ولا ايه؟ مع ابو شخيرك عمر. ايه اللي صحاك يا ابو مكل بنتي؟ رايح فين يا عمر؟ مصدع، رايح للدكتور شويه. نعم، رايح الدكتور تعمل ايه؟ ما قلنا مصدع يا اختي، هكون رايح للدكتور اعمل ايه؟ هعمل سونار. اه برضه هتخرج تتصرمح ما ترجعليش الا وش الفجر، وبعدين ترجع تنام لحد الظهر، وبعدين تصحى تدخل الحمام تقعد لك ساعتين، وبعدين تخرج منه تقعد تزعق وتعيش لي في كرسي السايق، اجي اتكلم معاك تقفش عليا وتقولي دي عيشه طه، وبعد شويه تيجي تصالحني وتقولي معلش يا بيبي ده الشتاء، وبعدين تدخل تتفرج على فيلم كتير اللي بقى مقرر علينا كل يوم، ده انت حتى يا اخي ما بيهونش عليك تناديني اتفرج معاك. يا مامي. ايوه يا روحي جايه. تمام حافظ كده انا؟ تمام يا حياتي؟ الدرس بتاع كل يوم؟ والله العظيم يا عمر بعدك ريحة الدم. واتساب بيج مان، انا تشيلن في البيت، انت فين؟ انا في الجيم يا برو. بقولك يا مان، انت لازم تعدي عليا دلوقتي هنا حتما وحالا. نو واي روش، يو اون يو اون بيج مان. لا انا النهارده مأنتخ، ريلاكسيشن مديتيشن، انت فاهم، كمان اتس سو كراودد، وانا بصراحه مش صابه معايا اسواق خالص. سواقه ايه بس يا بلوزي؟ ده هنا في كبشة مزز لو شفتهم. اضحكي بعد كل اللي حكيته لك ده بتضحكي؟ يا هبه ده هيموتني. ده غير ان البنات بقوا كوبي منه، كوبي، مفيش حاجه بيعملها ما بيقلدوهاش، جالهم تخلف رسمي خلاص. طب ما تقفشي عليه. هو انا بعمل حاجه في حياتي غير اني اقفش عليه؟ انا بقى لي جزئين بقفش عليه، هو في كده؟ طب انا هقول لك على حاجه تانية، هو لازم يحس ان في كده حاجه مختلفه. حاجه مختلفه ازاي يعني؟ هقولك، مش عارفة. حلوة دي، تصدقي أنا ناقصة عبط. بصي بس يا ستي، أنا هفهمك، مش أنت بتقولي إن هو بقى بارد وإنه مبقاش بيحبك زي الأول؟ كل الرجالة بتجيلهم كده مرحلة في حياتهم الزوجية من الزهق والفتور، بيتوهموا إن هما مبقوش يحبوا مراتاتهم زي الأول. طب أنا يعني أعمل إيه؟ مش فاهم. طب ما تشتكي لأبوه، هو أكيد هيبقى فاهم في المرحلة دي كويس قوي. تصدقي بالله، انا وصلت لمرحله اني بقيت بتمنى ان كان جده يبقى عايش عشان ابقى بشتكيهم هما الاثنين ليه. فطور ازاي يعني؟ يعني كل الكلام اللي انت بتقوله ده هكس فاكس. انت لسه بتحبها يا كابتن؟ يا بابا بجد ما بقتش احبها. لا انت لسه بتحبها. خلاص يا بابا انت ادرى. I found him. قضيتني يا وسخ. لقيته معلم، لقيت الليجند يا معلم. مين ده؟ الراجل انت بقالك 3 شهور هتموت وتقابله. بيس النكش. ايوه يا معلم لقيته. يا ابن الذين، لقيته فين ده؟ كان مصاحب البنت فانيسا باي اكس. وريني صورته. طيب اهو يا معلم. ايه ده، ده هو. ثانيه واحده بس، مين بيس النكش ده؟ بيس النكش يا بابا، انت ما شفتش فيلم الكيف اللي كان بيعمل اغاني الاستاذ محمود عبد العزيز؟ بيس النكش وفنان ناس واديني في الهيافه وبهز بيه وعبد الكرف. الناس دي. طبعا عرفته عرفته. انت لسه ناوي تكمل في الموضوع المجنون بتاعك؟ أيوة أيوة ده. ايوه ناوي ومش هغير رايي يا بابا. بصراحه انا شايف ان محدش هيوصلني للقمه غير الاستاذ بيس النكش. جيمي يا
عم وحياة امك انت متاكد ان ده بيت بيس النكش يا مان اي تولد يو ده الكريب بتاع بيس النكش بيس النكش يا معلم اللي هو عبد الله مشري ايوه يا حبيبي اي سوير ان انا مش مصدقني ايه يا معلم اهو تقول ايه بس يا جيم انا حاسس ان انا داخل قبل 50 سنه ايه ده 50 فعلا ليه هنا كتير انت عارف ليه بقول لك ايه الفاري شكلها اون فاير مان هاوس فاري جامد قوي يلا معلم السلام عليكم Niggas ain't ready for my Ferrari Scaglietti Mario ain't dreaded Money coming fast My honeycomb hideout is made of all glass I can never be a racist Wake up every morning just to count white faces Neo in the Matrix Glorious as Morpheus Employed all warriors I'm mean as a scorpion Dr. Kevorkian Yo, every time I come, I gotta know a nigga come to get a lot of money When I'm in the building and I come to say there ain't no motherfucking body Better, 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 better What's up? Get in here! Get in here! Busy. Omar! الهيب هوب ده الشعب بتاع بره انا بقى جبته جوه ولما تنكسه مع الشعب بتاع هنا يعمل شخصية جديدة انت فاهم ولا هتتعبني؟ فاهم Told you man He's a legend اسأل أختك ندن على دماغ ويشهد على كده أخوك نايكل الله يرحمه أنا اللي دعني للنوضة إنما موضوع مراتك ده فسهل جدا وبسيط جدا طب والله العظيم طول عمري بقول محدش هيحلل الموضوع ده غيرك أنت إيه الحل بقى؟ تطلقها وده كان النوضة والله يا أستاذ بيسي يعني أنا الحقيقة مش عارف أشكرك إزاي يعني بصراحة يعني أنا مش مصدق إن أنا شايفك على الحقيقة وبالنسبة لفلوس الأغنية إن شاء الله المرة الجاية كلها هتبقى عندك لا يا ابني أنا ما يهننيش الفلوس أنا يهنني العمل الجيد إنما لو جيت النوبة اللي جاية لنعكس فلوس ما تعتبش ناحية بابنا وبعدين لازم تغير الستايل بتاعك القديم ده اعمل زي أنا كده وبعدين لازم تلبس البنطلون ويكون ساقط لتحت أسقط البنطلون؟ ما تقلقش احنا هنبين بس حتة من الكلود بالحق معرفتكش نسيس بوس النكس نراتي سيف حلوة ازاي؟ ما تيجي تبوس سبقتك انا ده انا هريها من زمان خلي بالكم من بعض حاضر يا ماما في الحقيقة جوز حضرتك الأستاذ عمر راجل جميل جدا لما جه المدرسة من كام يوم ياخد الأولاد قد ايه لمسنا فيه انه راجل مثقف قوي ميرسي قوي هو فعلا عمر مثقف طالش قرايه To all the ladies in the place with style and grace Allow me to lace these lyrical dishes in your bushes Who rock grooves and make moves with all the mommies The back of the club, sipping my wet is where you find me The back of the club, macking holes, my crew's behind me Mad question asking, blunt passing, music blasting But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot, now check it I got more Mac than Craig and in the bed Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy No need to be greedy, I got mad friends with Benzes See notes by the layers, true fucking players Jump in the Rover and come over, tell your friends Jump in the GF3 I got the chronic Up in your waist, please don't shoot up the place wow. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby Baby Straight up honey, really I'm asking yo. Most of these niggas think they be macking But they be acting, yo. They attracting yo. With that line What's your name, yo. What's your size بص أنا لا هزعق ولا هتخانق ومن غير ما نمسك في بعض في أب يعمل كده قدام شرفة الباص بتاعت ولاده مش انا عملت كده؟ يبقى في في ايه؟ ده منظر اب طبيعي في اب يلبس كده؟ مش انا لبست كده؟ يبقى في في ايه؟ وايه دي؟
دي ايه دي؟ سلمى شعري لو سمحت. ما بهزرش يا عمر، حرام عليك، ست كلت وشي بره. كلت وشك ده على اساس انا واقف بكلم رقبتك دلوقتي؟ في راجل طبيعي يصحى يوم الصبح مقرر فجأة انه يبقى مطرب شعبي ويتلم على شوية سيع زي دول ويفضل سهران معاهم طول الليل ويجيلي وش الفجر؟ عمر انت بتتلكك عشان نطلق؟ مش عارف. تعالى. على فكرة هي عندها حق. قولي يا عمر، انت عايز تطلقها بجد؟ عشان انا زيها، عندي احساس انك عايز تطلقها بس مستني تيجي منها. اسمع يا عمر، لو انت فاكر انك لما هتسيبها هتنساها وتعيش حياه الحريه تبقى غبي، لانك انت دلوقتي بتحبها حب عشره، وطبعا ده غير الحب بتاع زمان لما كنتوا صغيرين ومتصاحبين، ده كان حب اهبل، حب عبيط، حب تنطيط من يمين وشمال، حب اهبك. اسمعني يا عمر، حط الكلام اللي هقوله لك ده حلقه في ودنك. مفيش راجل طلق مراته وما ندمش. انتي عارفه اني بعز عمر ودايما بدافع عنه، بس انتي كمان صاحبتي، ولو زودها يبقى مفيش غير الخطه اللي قلتلك عليها. ايه المزه دي؟ طلبت لك تونه وسلامة طيب. ماليش نفس اكل مزه. مالك يا سلمى، انت مكبره الحكايه قوي كده ليه؟ بصي انا ما بقتش فاهمها خلاص. ساعات يبقى كويس، ساعات احس انه بيتلكك لي، ساعات احس انه واحد تاني اصلا انا ما اعرفوش. ده غير انه عكس كل البشر، كل ما بيكبر ما بيشيلش مسؤوليه اكتر واكتر. يا سلمى انت اللي مش عارفه تريحي نفسك. زمان لما كنتوا مصاحبين كنت متضايقه منه عشان كان بتاع نسوين، ولما اتجوزته كان متضايق منك عشان مش مهتمه بنفسك. دلوقتي جايبه تعيريه بفلوس ابوه، دي اكتر حاجه تضايق اي راجل في الدنيا ان مراته تعايره. عايز يغني يا ستي، انت مال اهلك، ما تسيبيه يغني. اولا انا مش بعايره بفلوس ابوه، انا متضايقه عشان ما بينزلش الشغل وقاعد بيبعزق في فلوس ابوه، ودي اكتر حاجه بقى توجع الست. تاني حاجه هو مش مطرب، ما عندوش مؤهلات انه يبقى مطرب يا ناس. هو اي حد مسك له جيتار وغنى له اغنيتين على سلم الجامعه يبقى مطرب؟ ما يركز في اي حاجه مفيده بيفهم فيها، ده كمان عايز يغني شعب. انا يقول لي الشعب ده سكته سالكه وهو ده اللي بياكل يما؟ انا اما بتضحكي؟ هي دي طريقه كلام عمر هنا؟ ده غير طبعا ستايل السيد اللي عايش لي فيه اليومين دول. انا بسكت يا ابا. حاضر يا ستي هسكت، بس عشان خاطري ايه انت بس شويه. ميرسي خالص. بقولك ايه، فرح فاتن يوم الخميس كلمتك كتير قوي على تليفونك وانتي ما كنتيش بتردي، سابت لك الانفيتيشن بتاعتك معايا، خدي. صحيح دي كده قايله لي، ما انا كنت ملهيه في تريبات عمر دي، بس هكلمها. اوكي كويس انك فكرتيني. يا عم فك بقى يا عم، ما قلنا فكي خلاص. يلا يلا. فاير نو. مايكرويف. لا قولي ايه ده، لاتر بي. سلمى خش جوه. ما عندكيش فزوره حلوه كده لبابي؟ ايه ده؟ ورقتي دي ولا ايه؟ ايه ده؟ ده فرح عاطف وفاتن؟ يا ولاد الذين، ده عندهم ثلاث عيال اساسا. بس يا عمر. ايه ده يا مامي، هو احنا هنيجي معاكم؟ يا روحي هتيجوا معانا، بس مش لما نشوف الاول اذا كان بابي هيجي ولا هيطنش زي حاجات كتير بيطنشها. لا يا بابي عشان خاطري، احنا ما قدرناش نخرج زي زمان. تعالوا نخرج ونلم الشمس، الميه ترجع لمجاريها، ويا دار ما دخلك شر. هم دول بقى وجيز الفرح اللي بيقولوا عليهم بره. والله يعني وجودي مهم قوي كده. ايوه طبعا. طيب حس كده بقى اضطر ان انا ما جيش. ليه يا بابي؟ حاجه حاجه خلاص بهزر في ايه.
يا رب توب عليا بقى من البقسومات. يا حبيب بابي. ديدي اودن زدور يعني افتح الديد يزلي يزلي. ايه هاي واتس اب جيرل هاو يو دوينج. عارفه يا جيمي تموت في السفالة وده احلى ما فيها. ما شاء الله. جيني واتس اب بيسي. ايه اللي انت جايبه معاك ده؟ اطلع بره يا قليل الادب. ليه بس يا عم بيسي؟ ازاي ما انتش مبين الكلود؟ خلاص بقت فين؟ تمام اهو. نزل كمان دومن اهو. نزل كمان. لا بقى كده اوفر بقى يا عم، مش عامل انا الكلام ده. هنقسم البلد نصين، هسقط البنطلون بس مش هبين البتاع ده. يبقى انت كده بتضر نفسك. مش مشكلة. اتفضلوا. جاتكم القرف جيل فاسد. ما تزعلش يا عمر عادي، هو بيسي كده. انا مش زعلان من قفشه على فكره. انا زعلان انه يعني اتضايق مني. It's alright man. اقعد انت هنا. واقعد انت هنا. اقعد انت هنا. يا عم بيسي ما انت هو مش مبينه. انا اساسا ما بلبسوش. اسمع يا عنر. اللي ينكسف من بنت عمه ايه؟ ما يجيبش منها عيال. انا داجن. عملت لك حته دين اغنيه هخليك تنزل تبوس. ايه يا عم رايح فين يا عم؟ ركبتي. طب ما تلحقني بيها يا عم بيسي. الحقك بايه؟ هكون بايه يعني يا عم بيسي؟ بركبتك؟ بالاغنيه. انا هديك دلوقتي ام البصه اللي عمال يبص لي كل شويه. الغلوه دي حبيبي هخليك تبقى خليفتي، هخليك تطلع في النجد العليوي. الله اكبر. الله حبيبي أكبر. حبيبي حبيب مامي. انا بقى هديك ايه؟ فلوسك يا معلمي. الف نبروك يا عم. الف نبروك يا مبروك. ده الراحه عليها، ما تحفوش، سيبولي حته. أفراحي وأهاتي هي أغلى من حياتي، هي عمري وذكرياتي، هي حبي للجنون، هي أفراحي وأهاتي هي أغلى من حياتي، هي عمري وذكرياتي، هي حبي للجنون للجنون للجنون. راح فين الماس؟ انا عارفه يا ولد، اختفى من نص ساعه واخد البنات معاه وقال لي بحضر مفاجاه. انا مش بقلق من المفاجاه دي. سامعهم الحريم يجوا كده والرجاله يجوا كده بسرعه بسرعه. يلا صاحبك وحبيبك وانتيمك عنر واصحابك الحلوين دول عاملين لك مفاجاه، أغنية جديدة تحت قيادتي أنا. يا نهار اسوخ، ده أنا شربت بانجو كتير. المهم المهم. تا 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 يا شيف يا شيف. تا 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 لفاتشي لفاتشي. تا 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 يا شيف يا شيف. تا 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 لفاتشي لفاتشي. ويا سلاسة بحبك يا ست مولي. اجدع سلام لابني وبحبك. اه الحقوني. مش شايف مش شايف مش شايف. اجدع سلام على المعلمين اللي منورين الفرح يا جدعان. مؤسسه مؤسسه مؤسسه. عاشق مراتك دي هي الليله. عاشق عاشق وهي اللي لما العيله. عاشق عاشق
زي واحدة انت يوم من الايام ركز بس في حياتك في ولادك ركز بقى ولو ضميرك نايم قوله هوبا اصحى يلا وفوق ما تخليش مراتك الحلوة تاخدك من امك وابوك وما تعملش اللي يدينك وما تمشيش ورا شياطينك دي هي اللي بتحبك هي اللي بتحبك فباسم يا فنان بقالك 3 ساعات من ساعه ما جينا من الفرح وانت نازله تني 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 ده ابويا والعيال طلعوا ناموا قربوا يصحوا وانت لسه شغاله ما انا مش فاهماك يعني انت عايزني اشوفك كل شويه طلع لي في موضه واسكت هو شويه ستات وشويه غنى انت ما ينفعش تعيش بني ادم طبيعي ابدا اه ياما هو يا النسوان يا الغنى انت حقوده اساسا واحده غيرك كانت مسكت الدف ووقفت ورا جوزها اتفضلي اطلعي اتغمدي مش طالعه اطلعي مش هطلع طب اتفضلي اطلعي بره ما بهزرش يا عمر اتفضلي اطلعي انت انا اتخمت هنا حرقي بقى ولا تروحي بقى في داهيه بجح قال يا الفن يا النسوان قال هتطلعي فوق ولا لا مش طالعه يا عمر اه يا سلمى يا الغنى يا النسوان اختاري بقى عدي يومك يا عمر نسوان طبعا يعني هو مين اونلاين دلوقتي بقلب سكر سكر حلوه الدنيا سكر ايه ده عمر انت رجعت للعط تاني ولا ايه يا بنت اللذينه انت بقالك 3 سنين اونلاين بس ايه القمر ده وحشتني وانت اوحش بقولك ايه بقى ما تيجي نظبط الاداء زي زمان بقى ها بطل قله ادب لمراتك تشوفك مراتي ايه يا بنت انت عبيطه دي بومه انما انت بقى اوه عايز ايه هنغمض احنا الاثنين مع بعض وتديني أرخص حاجة عندك أرخص ما يمكن إهداره غمض ومد إيديك أول ما أفكر فيك هتحس باللمسة أوبا صدقني بدأت أحس باللمسة بقولك إيه أول ما أقول أوبا تفتح عينيكي هكون بدأت بعنف بتصرخي احنا هنستعبط انا لسه عملت حاجه انت احنا لسه يعني ايه ده انت اهو نسوان تاني يا عمر نسوان تاني شم بمناخيرها وبتشم بقى روحها على القفشة السيس دي يا ملك يا ليلى الحقوني اشرب 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 يا حبيبي اشرب الحمد لله الف سلامة عليك هو ايه اللي حصل؟ سمعنا صوت تجرين عليكي لانك واقعه هنا فصحينا بابا وهو اللي انقذك كنت نايم ايوه انت كنت بتخوني يا عمر ايه ما تبطلي فطرة بقى يا شيخه الله مو انا اللي كان بتنيل نايم انا مش عارفه مالي دي سابع مره في نفس الشهر يجيلي تهيؤات ام سوري يا عمر بجد ولا يهمك
انا هفضل جنبك لحد ما اجيب اجلك، لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك وتخفي. انت تعبانه يا سلمى بجد، انا كنت اموت فيها. ما عندي الشر عليك، بس الظلم وحش يا سلمى، الظلم وحش. لا يا عمر خلاص، لا ما تقفرش يا عمر، وبعدين ما انت لسه عامل مصيبه في الفرح يعني. طب اشربيها بقى كله كله. على العموم انا اللي غلطان، لان قاعد مع ناس عواجيز زيكم، انا خايف تعدوني يا عم. ده طبعا على اساس انك شاب مراهق مش كده؟ فاكر يا رشدي زمان قبل الزحمه كنت اضرب بعيني كده اشوف القلعه، اضرب بعيني كده اشوف الهرم، اضرب بعيني كده اشوف النيل. الله يا دكتور، الله يا دكتور، لو كنت تعبت سيكا يا دكتور كده وضربت عينك كده كنت شفت برج ايفل. ايه يا شفيق؟ اخبار محمد ايه؟ سلم عليك. اقعد يا فالح، اقعد يا مجرسني. ايه اللي هببته امبارح بالليل ده؟ يا خبر ابيض، خليتني انا ومراتك قاعدين في نص الليل. هو في حد يا ابني يعمل كده؟ مش انا عملت كده؟ اه يبقى فيه. يا سلام يا اخويا، وبعدين انا سمعتكم امبارح بالليل وانتوا بتناقشوا، بس انا ما رضيتش اتدخل. عارف ليه؟ علشان احنا ايه الظرف اللي انت فيه ده؟ لا يا اخويا، علشان هي عندها حق المره دي. عندها حق؟ دي وليه حقوده؟ اهي دي بقى وامثالها اللي بيقولوا عليهم اعداء النجاح. طب وطي صوتك بقى، علشان انا سمعت انها اشترت تليفون ب 8000 يورو عشان تتجسس عليك. عبيطه، لو كانت ادتني 2000 جنيه كنت اعترفت لها بكل حاجه. يا وانا كل اصحابي اتجوزوا وطلقوا في نفس السنه، واضح ان في مشكله كبيره في الجيل كله. ده الجيل بتاعكم ده احلى جيل. طب ده انا واخد كتكوته صغننه كده من الجيل بتاعكم، اخر دندشه ومدلعاني اخر دلع. بس بقى يا شفيق، والله كده شوقتني للجواز. لا انت ما شفتش بقى المدام، ده المدام عليها حتة وسط ملوش حل. يا انكل شفيق شوقتني للمدام. بابا. نعم. عاوز فلوس. فلوس ايه يا ابني اللي انت عايزها؟ يا ابني انت كبرت وبقيت زي الشحط، روح شوف لك شغلانه بدل ما انت عايش على فلوس ابوك يا اخي. صدقتيني؟ صدقتيني لما قلت لك بقى انه اتجنن رسمي؟ هو في حد يعمل اللي عمله ده؟ يا بنتي ده هيجنني، ده بقى بيجيب لي تهيؤات. طب والله العظيم حرام عليكي يا سلمى، ده كان دمه خفيف قوي الشيخه يا مر فرح. ما هو دمه خفيف على طول يا هبه، بس يا فرحتي. يا بنتي لازم تفهمي ان الحاجات اللي بتعجبك فيه وانتوا صحاب غير خالص الحاجات اللي انا محتاجاها منه وانا مراته. حلو ده؟ طب والله العظيم يا بنتي عمر بيحبك. انت ما شفتيش كان بيعكسك ازاي يوم الفرح؟ ده انت ظالمه يا شيخه. لا يا هبه، عمر ما بقاش يحبني، ده بقى بيقولها لي، بقى بيقول لي ما بحبكيش. انت اصلك ما شفتيش عمر ده كان بيعاملني ازاي زمان قبل ما نتجوز. حلو قوي، يبقى لازم نفكر له في طريقه تخليه يرجع يحبك ويعاملك زي زمان. صعب؟ لا مش صعب. بصي يا سلمى، مع احترامي ان هو جوزك وانت عارفاه كويس، بس في كده حاجات مشتركه عند الرجاله كلها كلنا عارفينها، زي الغيره مثلا. الغيره بتحرك مشاعرهم، ده اساسي حتى لو كانت هديت. يبقى لازم نخليه يغير. يغير؟ يغير 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 يغير. ايوه ايوه حفظت خلاص، اوكي هعمل كل اللي قلتيلي عليه. لا ما تخافيش ما تخافيش، مش عك الدنيا وانا عبيطه. طيب بقول لك ايه، اقفلي دلوقتي عشان شكله جه. ها باي. جوزي جه يا صلاح. صلاح صلاح اهو. انما ايه الحلاوه دي بقى؟ لا والله. اه والله. ايه القمر ده بس؟ بتتفرجي على ايه؟ ده فيلم مراتي مدير عام، ده انا بحبه قوي بقاله كتير ما جاش. يا نهار اسمر. اسمر؟ اه. معقول العادي كده يا نهار اسمر؟ الناس كلها بتقول كده؟ ايوه يا عمر. ايه؟
على اساس ان احنا دلوقتي بنتفرج على فيلم ابيض واسمر. ايوه يا عمر، في ايه؟ انا ده روحي علمتالي كده. والله بصي، الموضوع ده في ناس كتير اختلفت عليه يعني، بس بعد الشياكه بالامر اللي انا شايفه ده هنمشيها اسمر وازرق بنفسجي. بقول لك ايه، صلاح بقاله فتره ما اتصلش، ما تيجي نتصل للطبيب؟ بس يا عمر يا بنت الحركات العبيطه دي قفش، انا مش لاقي عليك يا بنت يا بنت. ايه بدور عليه؟ بدور على صلاح. بس يا عمر ايه الهبل ده؟ كنت اقول لك اسمه. بقول لك يا حبيبي. يا حبيبي طبعا اللي عملته في الفرح ده كان تهريجه كده وعدت، لكن انت مش ناوي يعني تكمل في المهنه دي على طول مش كده؟ لا ناوي الحقيقه. بص يا سلمى حبيبتي، الغنى ده في دمي من زمان، من ايام ايه فاكره؟ من ايام يا برنسيس يا برنسيس، ولا هي زمان كانت حلوه ودلوقتي وحشه؟ يا حبيبي انت غاوي تعند معايا على حساب نفسك وخلاص. بص يا عمر، بذمتك كده في اب ينفع يبقى بيعمل العمايل دي قدام بناته؟ بلاش. ينفع يعني في يوم من الايام تروح تاخد بناتك من المدرسه باللبس اللي انت بتلبسه مؤخرا ده؟ الشغل مش عيب يا ستاني، وبعدين انا بكلها بعرق جبيني مش بعرق ابويا. يا سيدي انا ما عنديش فهم وحماره ما بفهمش. انا اسفه اني قلت لك الكلمه دي، مش هقولها لك تاني بقيه عمري، بس عشان خاطري يا عمر نقي اي شغلانه تانية يكون فيها برستيج عن كده، وشغلانه تكون بتفهم فيها. سلمى انا قررت اغني شعبي كده تمام، وانا هشتغل رقاصه. والان والان مع صاروخ الرقص الشرقي المغري مع سمانة الجيل وكل جيل سلمى كلينكس. حلاوتها وهي ماشية بتدلع في الهوا، خمسين ستين سبعين ثمانين مليون شاب استوى. حلاوتها وهي ماشية بتدلع في الهوا، خمسين ستين سبعين ثمانين مليون شاب استوى. اسمر اسود، مالك يا حبيبي في ايه؟ شفت حلم قذر جدا. ايه؟ شفتك بترقصي وناس بتنقطك. ايه؟ طب وغرت عليا يا حبيبي؟ الموضوع مش انت خالص، شفت نفسي واحد واطي جدا. والله يا عمر؟ والله. ماشي يا عمر. ايه الرضا ده كله؟ كمل لبسك يا روحي وحصني. ابو اقول لك ايه، انا احتمال ابقى اخرج بالليل شويه عشان اشتري العيال كور. كور شاطرة يا مين؟ يلا يا مين دول شطورة. بقول لك ايه يا سوسي؟ ايه يا روحي؟ لو سمعت كلامك وافترضنا ان الجاكيت ده بتاعي وانا خسيت شويه كده، هل ده معناه ان انا رجليا صغرت ودي مقاسي؟ ايه يا حبيبي؟ طب ما هو ده ستايلك طول عمرك، ايه الجديد يعني؟ ده ستايلي كده؟ ماشي اوكي.
وانا اللي كنت شايل لك خبر حلو اقوله لك. ايه؟ انا صرفت نظر عن الغنى الشعبي بقى وكده. بجد يا عمر؟ عشان تعرف انا بحبك قد ايه. بس عقابا ليكي انا هخرج بالمنظر ده عشان الناس ياكلوا وشك بقى بقفاكي بقى بشعرك بالحاجات. طب انا مشوار صغير وراجع كده خارج انا والجزمه شويه. يلا حكي حكي. طب ما تنساش ميعاد باباك. Somehow, some way, keep coming up with funky ass shit like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few wins as I breeze through. امبارح عملت فيها حته حوار موتني من الضحك. جايبه لي هدوم واسعه في البيت بقى، المفروض اتخيل ان دي مش هدوم بقى وغير. والله يا مان سلمى دي is very very cute. ما انا عارف والله. بس يا اخي زهقت. تفتكر اعمل ايه؟ عمر عمر يا حبيبي go anywhere زي ما ابوك قال لك روح اي حته سافر يا معلم سافر حبيبي. ما بقتش عارف مين اللي صح ومين اللي غلط. تفتكر احنا اللي غلط ولا هم اللي غلط؟ والله معاها انتوا اللي خاينين. شريطك بقى درينك 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 يلا. والله انتوا فكرتوني بالقعده الحلوه دي بمزاجنجي وننت وعبد الكرم. وانت بقى بتفكرني بواحد صاحب ابويا بيحب مراته وبيغير عليها قوي. كله الا الزوجه. الزوجه دي رضات مقدس. انا اللي يقرب من مراتي علي وعلى اعضائي. مش كده يا ديدي؟ لسه مان عمر عايز يعمل ميوزك فيديو. وانت اللي هتخرجه. والله ولاد حلال. ده انا كنت لسه هفتحكوا في الموضوع ده. انا موافق وما تقلقش هتنجح وهتكسر الدنيا لان القعده دي ما فيهاش ولا واحد نيته وسخه الا انا. وانا 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 طبعا. يبقى هننجح. الف مبروك يا علي. هننجح حبيب مامي. حبيب مامي اطلع بينا. ازيك يا سلمى حبيبتي؟ ازيك يا عمر؟ ايه ده؟ انتوا قاعدين عند حلاق ولا ايه؟ طيب استأذن انا. لا ليك يا عم. ركزوا معايا كويس. شوفوا يا جماعه انا جبتكم هنا النهارده عشان نتكلم بهدوء بعيد عن دوشه البيت والعيال. شوف يا سلمى من ناحيه ان عمر مستهتر انا معاكي. مستهتر وستين مستهتر في بعض كمان. لكن في نفس الوقت اوعي تنسي انه ابني وجوزك وابو عيالك. يعني لازم نفضل واقفين جنبه لغايه ما ربنا يصلح حاله. مش كده يا بنتي؟ وانت يا بطل لازم تبتدي بقى تعتمد على نفسك. تعتمد على نفسك بعيد عني. افرض انا دلوقتي مت ولا حصل لي اي حاجه. بعد الشر يا بابا. بعد الشر، لكن افرض هتعمل ايه يا عمر؟ يا عمر افهم بقى، انا كبرت خلاص يا حبيبي، محتاج لك جنبي. شوف انا جايب لك بيزنس مع مستثمرين اجانب. يا سيدي اعمل البيزنس ده بعيد عني لحسابك انت الخاص. بس لازم الاول تقعد معاهم وتكلمهم عشان تبتدي تعتمد على نفسك. مش كده يا عمر؟ عشان خاطري يا عمر. عشان خاطر ولادك اسمع كلام انكل. مفيش فايده. عمر هو عمر. ها قلت يا عمر؟ اوكي. اقول لك حاجه ومش هتصدقيها. ايه؟ وحشتيني. يا سلام. اه والله ماشي. وانت كمان هتوحشني. انا عارف ان انا بزعلك كتير. ما تزعليش مني. بس يا ستي اديني مسافر اهو. هو اسبوع اه بس هيفرق معايا. مسافر لوحدي عشان ما بقاش بعتمد على فلوس ابويا. بس انت كمان لازم تعرف ان انا لو كنت بزعلك ساعات ولا بزعل منك فده حب وخوف عليك. والله يا عمر انا نفسي اشوفك احسن واحد في الدنيا. بس انت ركز في الشغل وان شاء الله ربنا يكرمك. ان شاء الله. خلي بالك من نفسك.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. عادي بسرعة. الحمد لله على السلامة يا روحي. مش كنت تقولي بدل ما تيجي التاكسي؟ بصي بقى جبت الليلة ايه؟ بصي جبت لها ايه من شرم؟ جبت لها العروسة دي. الله الله جميلة قوي. وجبت الملك نفسها برضو. معقول؟ تجنن يا حبيبي، اوعى تكون نسيت سلمتك حبيبتك. ودي تيجي برضه حبيبتي. جبت لك بقى من الحلو بقى الحاجات اللي بنحبها انا وانت دي. ها الجو بقى حلوه قوي يا حبيبي. لا بس انت تخنت شويه. اه ما هو من القعده بقى هعمل ايه؟ المدام يا رجاله يا ولاد الجدع دي بالسواق. 100 مره اقول لك ان الايام بقت تجري بسرعه من غير ما نحس. يلا يا راجل يا كذاب يا موكوس. موكوس؟ طب امشي بقى خليكي في حالك جاتك القرف. هومة والله عندك ريحة الدم. اهلا يا عمر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا بابا. ده البيت زي ما هو بالظبط. يا اخي انت ما بتحسش، بطل كدب بقى وارحمني. قالوا هتوحشيني وادعي لي ولا اله الا الله، ده انا الدمعة كانت هتفرق من عيني. قالوا عايزني اصدق انه مسافر اسبوع بالشنطة دي. تعرفيش انت الشنطة دي بتشيل ايه ولا ايه؟ يمكن انا تعبت. ايوه سلمى حبيبتي، بس انا كنت عايز اقول انت بالذات ما تتكلمش خالص بعد ما طلعت انت اللي مرتب له السفرية يا سوسة يا طويل انت. سلمى بص يا سلمى، انا بجد فعلا كنت رايح عند البيسي. انت مش كنت حالف لي بحياه ولادك انك مش هتروح عند الناس دي تاني؟ كنت رايح افسخ العقد واديله الشرط الجزائي. بعدين خدي بالك يا سلمى، انت ضيعتي لي اهم حلمين في حياتي. اول حلم المزرعه، تاني حلم الغنى. واللي ما كنتش عايز اقوله لك ان انا المزرعه بتاعتي اتحرقت. انت بتتكلم بجد؟ المزرعه اتحرقت والهانم وقفت تتفرج عليا. طب والنبي سالوا كده مزرعه ايه يا ترى؟ ايوه صحيح، مزرعه ايه يا ترى؟ الفارفيل. البي بيتكلم على المزرعه اللي على الفيسبوك عشان تعرف الهبل اللي انا عايشه فيه. ايه التفاهه اللي انت فيها دي يا اخي؟ يا اخي غطش على سنك. لا تقرع، انت مش لسه بعت لي عايز خشب عشان تبني وبعت لك؟ لا دي كانت مصلحه وانقضت خلاص. مصلحه وانقضت؟ طب ما فيش مسامير عندي. اعمل فيكوا ايه؟ اشتكيكوا لمين؟ ارفع عليكوا قضيه؟ اروح اشتكيكوا في الاسم؟ اقطع عليكوا النت؟ لا يا سلمى وحياه ولادك حرمنا خلاص. قلت امال اجيب لك طعامه؟ طبعا. انا شفتك ازاي يا اهبل؟ دي خطت ابوك من خرش الميه. اهي خرت اخويا، خرت على دماغنا. القرف انت وابوك. قفشتني يا معلم ومنظري بقى زباله. تضحك؟ موطي صوتي طبعا، ما هي نايمه جنبي. دي قرشانه بتسمع بمناخيرها. ما جيش ازاي انت عبيط يلا ولا ايه؟ لا جاي التصوير طبعا. طمني انت بس. حضرت كل حاجه. جبت النسوان ايه المودلز؟ تمام. هلحق انام انا بقى قبل ما السحلية تصحى. اكشن. قول يا جعلازة. نادى على عريسنا القمور. وتاخد مكانه وزلط بيتك حرام يتخلق وتعيش على طول في غلط. اوبا كفاتي. ايه ده؟ نراتك وسط تزقلتها. سلمى والصقر. عرفت انك راجل كذاب وما بتحبش ولادك. ده منظر اب؟ ده سايب مراتك وبيتك وولادك عشان تبقى عامل زي البلياتشو وبتجري ورا شويه القلاديش دول؟ الله 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 الله،
دي بتغلط فينا. سلمى واتس رونج؟ عادي يعني اتس اوكي. مش عايز تقول حاجه انت كمان؟ مبسوط وانت مخلي مراتك بتلف حواليك في كل حته كده؟ كاسفها قدام الناس الغرب؟ كتير يا سيادة القاضي، بتكلم بقالي سنين ومحدش بيسمعني، تعبت من كتر الكلام. أنا هسيبك لضميرك وعينيك وهم اللي يحكموا. ده جوزك اللي ضربك كده يا سلمى؟ أيوة يا سيادة القاضي. أيوة. وكل يوم من ده وربنا وحده اللي عالم، الراجل ده الكاس ما بيفرقش إيده ليل نهار بالكاس، يا الكاس يا البانجو. بانجو؟ صرف كل فلوسه على ملذاته يا سيادة القاضي، وغير كده بيصرفش علينا مليم واحد، مخلينا نشحن، مجوعنا يا سيادة القاضي، مجوعنا. مجوعكوا؟ طيب أنا راضي زميلك يا سعادة القاضي، ده منظر خدود جعانة؟ إن جبت الحق؟ لا. مدام سلمى أنت لسه مصممة على الخلع؟ أيوه يا سيادة القاضي. إيه ده؟ ومش هتنازل أبدا أبدا أبدا. أفواري أفواري، فاضل واحد أبداً. طيب أنا يا سعادة القاضي حالاً حسبت لك إن الست دي كدابة من ساسها لراسها، بس بعد إذن سيادتك بس هتسمع شهادة الأولاد. دخلوا البنتين. مين دول؟ البنات فين؟ قولي لي يا حبيبتي، بابا بيعملكوا كويس في البيت؟ إن جيت الحق يا سيادة القاضي، أبويا طول عمره إنسان محترم. ظهر الحق. يلا السلام عليكم، أي أوامر؟ بس محترم مع الأغراب، إنما معنا إحنا منتهى القسوة، منتهى الالتهاب، منتهى الاحتقان. التهاب واحتقان؟ إيه ما كنتش معاكم منتهى اللوز؟ اسكت لو سمحت. انظروا إليه، انظروا إلى هذا المتهم، ارفع بقى الكرع اللي أنت لابسه ده ووريه وشك الحقيقي عمر يا رشدي. حلو كده؟ وأنت يا حبيبتي؟ كان نفسي اقول انه كويس لان هو ابويا اللي جابني للدنيا، بس يا خساره مش هي دي الحقيقه. الحقيقه يا ست القاضي انه فضل اخواته الشخصيه عن بيته ومراته وولاده. سعاده القاضي انا جوايا جرح كبير قوي عمال بينزل، جرح مرر طعم الايام في عينيا. ممرر ايه يما؟ طعم الايام في عينيا. هو ده العدل يا حكومه؟ هو ده العدل يا ناس؟ مصدومة مصدومة. الله، برافو، الله عليك يا ست، الله يا فنانة. يا ابني انت في محكمة. ويا اختي. اختي؟ مدام سلمى عندك حاجة عاوزة تضيفيها؟ هقول ايه يا سيادة القاضي؟ بديك شفت وسمعت كل حاجة. خش خش. لا ما شفتش كل حاجة. شفت دي؟ دي من ايه؟ رحت افتح التلاجة، كنت عطشانة. عطشانة؟ عطشانة. رحت اشرب بقى ميه يسد جوعي. معلمني بتكسلك في الترقوم. وانت يا استاذ عمر مش عاوز تقول حاجه؟ والله كان عندي كلام كتير عايز اقوله، بس بعد بانجو وعطشانه وكزلك ابوس ايدك خلعني. حكمت المحكمه بقبول دعوه الخلع، رفعت الجلسه. انت متضايقه ليه دلوقتي؟ انت مش خدتي قرار وعملتيه وفكرتي كويس قوي قبل ما تعمليه؟ سيبك من اللي انا عملته ده كله، بس انا بجد متضايقه. متضايقه على عشره، متضايقه عشان خاطر البنات. عمري ما كنت اتخيل ان يجي اليوم وانا وعمر نقف قصاد بعض في المحاكم يعني. بس انتي مش اول واحده تعمل كده. اكيد ان شاء الله ان شاء الله هتبقى فتره وتعدي، بس المهم انك تشغلي وقتك. مش عايزاكي تفكري فيه، مش عايزاكي تحسي انك محتاجه له. احتاج له؟ لا ما تقلقيش، ما اعتقدش اني احتاج له خالص. اذا كنت في عز ما كنت معاه، لما كنت بحتاج له ما كنتش بلاقيه. عمر مستهتر قوي يا هبه. اذا كان يا بنتي في المحكمه القاضي بيساله على بطاقته طلع له كارنيه نادي الجزيره. ضايع. المهم بقى انا عايزاكي دلوقتي تفكي كده وتروقي. قولي لي
ايه رايك في لون شعري؟ حلو حلو. انت عارفه احلى حاجه في الموضوع ايه؟ ان انت والبنات هتقعدوا معايا. اه معلش يا هبه، احنا هنتقل عليكي شويه بس ده وضع مؤقت، يعني يومين كده لغايه لما اجيب بيت. ايه اللي انت بتقولي ده اصلا؟ انت عبيطه يا بنتي، ده بيتك. انت افورت قوي يا عمر لحد ما خليتها خلعتك. لا ما تقولش خلعتك دي تاني، انا ما تخلعش ابدا. انا بس اتطلقت. قصدي طلقتك. لا دي كمان وحشه، ما تقولهاش. لا غير احنا عادي يعني فركشنا. فركشتك. اوه انا تخلعني بنت المقشفه. يرضيك يرضيك يا جميل، صاحبك اترمي على اليمين. اه عايزك تفكر لي في اي فكره انتقم منها. عايز بص عايز اجيب وشها كده، عايز اجيب رجليها ورا قفاها، عايز اجيلي ركعه على ودانها، فاهم؟ فكر. لا ده ايه؟ ما يغص الوزة ولا يخليها تغلي كده بابلز كتير كده الا مزة زيها الا بتاكل امز منها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ اخطب. اخطب يا عمر. يا عمر اخطب يا عمر. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans les rues de Lisée, où c'est l'oie d'Amor Maé. Qui éclate et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi des ans. C'est Mouza Mouza. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras, emportée par la foule. يا بنت خلي عندك كرامة، ما تقوميش وراهم، انت مش عبيطة؟ انت عبيطة يا بنت ولا ايه؟ يا بنت يا حمارة. عمر ايه ده؟ سامية؟ إيه لا لا سلوى. سلوى لا سلمى. سلمى صح ولا انا الاسم؟ لا هو سلمى حبيبي. الرباط كان هيتفك يا حبيبتي. ايه لا عجبت. مش تاخد بالك من الرباط؟ معقول كده؟ ثانكس بيبي عزبتك. ايه ما عرفتكيش سوسكا خطيبتي. سلمى طليقتي. لا حبيبتي خلعاه. حدا بيخلع هيدا القمر؟ مش قلت لي خلي عندك كرامة تشهر ولا ده؟ الله يخرب بيتك، انت بتعمل ايه هنا؟ يا عم انت لازم تظهر معايا في كل فيلم. يا سبكي انت ما بتعرفش تمثل. همثل وهرقص وهغني وهعمل كل حاجة وبفلوسي. انت بتحقد عليا، انتوا اعلاء النجاح. يا وكستك يا سلمى، يا حرقة دمك يا سلمى، عيني عليكي يا اختي. اهدي بقى يا سلمى بقى، اهدي شوية عشان خاطر خدي الدواء ده وانت هتهدي خالص. كفاية عليك يا اختي. اه يا غلبانه يا سلمى، انا اشوف كل اللي انا شايفاه. ماشي يا عمر، ماشي يا عمر. الله الله الله، ايه يا مجنونه كل ده؟ ايه ده؟ هي هديتي؟ والله انا لحقت، انا هتجنن يا هبه، هتجنن. ببقى انا اللي خلعاه وهو اللي كدني؟ ولا لو شفت البنت الخطيبه ايه؟ حلوه خالص، عاديه جدا، ما فيهاش ريحه الانوثه، بنت مقفعه كده. انت عارفه ذوق عمر بقى؟ هو عمر اصلا عمره في حياته عرف واحده حلوه غيري؟ وانت من غزلي ما تسيبيه يلبس. صراحه يا هبه البيت قطعه يا هبه قطعه. وسطها وسطها قد وسطها قد ايه؟ وسطها قد رقبتي. ومن فوق حاجات ومن تحت حاجات وفي النص حاجات، كلها حاجات. عارفه البنات اللي بترسموا في الكاريكاتير اللي هي عامله كده دي؟
عامله كده بالظبط. ولا شفايفها بقها هيب عامل كده تحسي واخد وضع البوس على طول، جاهز لوضع البوس. طب اهدي بقى نشوف لها صرف. مش قادره مش قادره. اه قلبي ايه قلبي مش قادره. سفحتي علبه المهدئ كلها. يعني ايه يعني انا هموت؟ لا اتصلي لي بسرعه بالدكتور علاء. علاء يا عمر المكان قفل بقالنا ساعتين قاعدين ما بنعملش حاجه. يلا نمشي بقى. يلا يا عمر بشرفك. ما بحب اشوفك هيك انا. سلمى عيد ميلادها بكره. انا كنت متخيل اني اقدر انساها واعيش من غيرها. طب هي ازاي قدرت ما تكلمنيش طول الفتره اللي فاتت دي؟ معقول بعد العمر ده كله تطلع سلمى ما بقتش تحبني؟ معقول المرة دي بجد مش هنرجع لبعض تاني؟ ايه يا عم الهبل ده؟ بتتكلم عن صاحبتك يا عمر؟ دي سلمى يا عمر. معه حق جيمي، أكيد هي مشتاقة لك مثل ما أنت مشتاق لها. يا ريت. يا عيني ليه بتدمعي؟ ما حبيبنا سابنا خلاص وراح. دلوقتي نفسك ترجعي ومستعدة تنسي الجراح. ليه كده يا عيني من تاني يوم في فراقنا أنا وإنتي ليه اشتاقنا؟ مش كنا قلنا وداع؟ مش كنا خلاص فرقنا؟ دلوقتي إيه غيرنا عالبعد ليه ما قدرنا؟ من تاني يوم انا وانتي رجعنا ليه في كلامنا؟ ايه؟ سلمى تكلمي جد؟ ازيك يا عمر؟ الحمد لله. مين معايا؟ انا سلمى يا عمر. اه سلمى، ازيك يا سلمى؟ وحشتني يا عمر. وانا ما وحشتكش ولا ايه؟ ما وحشتنيش. وحشتيني طبعا عمر. انا حاسه ان اللي احنا فيه ده غلط خالص. حاسه ان الموضوع كبر مننا قوي. وانا يعني يا سلمى اللي عملت كده؟ ما هو انت برضو اتسرعت وارتبطت يا عمر. هو انت زعلانه عشان انا ارتبطت؟ عموما اللي حصل خلاص. عمر انت فاكر بكره ايه؟ عيد ميلادك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا عمر. يا ترى بقى كنت ناوي تيجي ولا كنت هتكبر دماغك؟ اكيد ناوي اجي طبعا. ماشي، يبقى انا بعد ما نقفل هبعت لك عنواني الجديد في مسج. اوكي اوكي ماشي. عمر لا اله الا الله محمد رسول الله. يس 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 حبيبتي يا سلمى، اخيرا هشوفك. Des yeux qui tombaient sur les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. النسوان دي كلها
تكونش سلمى ناوية تواجب معايا النهاردة. ماما فستانها حلوة قوي ورشدي شكله قمر. سلمى وابويا ايه جو العشق الممنوع ده؟ شكلك في البدله قمر يا رش. انا عارف. الف الف مبروك على الخطوبه يا سلمى، والفيلا تجنن. رشدي جابها لي هديه خطوبتنا. وتقولي لي بيتي الجديد جايب لها فيلا سهل. تعرفي ان انت ورشدي لايقين على بعض جدا؟ انتوا هتتجوزوا امتى؟ يعني شهر شهر ونص كده. وهتقضوا شهر العسل فين؟ هنلف في يوروب كلها. الله يرحم ابوك يا بنت نوفل. مامي مامي انكل عمر جه. انكل عمر؟ عن اذنك. عمر والله يا ابن حلال كنت متأكدة انك اول واحد هتيجي عيد ميلادي وخطوبتي. خطوبتك يا بنت الكلب؟ ده انا هديكي 30 جزمة على وشك دلوقتي. اتلم ولم نفسك ولم وشك عشان الناس تبص علينا وبنتصور. هديكي 100 شبشب على خدودك اللي شبه الطبق دول. صحيح نسيت اعرفك على رشدي خطيبي. عارفه عارفه ابو طويلة. هو ابو طويلة فعلا بس مش ده. ده رشدي لكوح اول علم مصارعة. عمر رشدي اول علم باليه مائي. ربنا معاك يا بطل، مصر امانة بين ايديك. سلام عليكم. يا اخي سيبني بقى، يعني بسميتك ينفع كده؟ لا طبعا. ايه بس ازاي؟ حياة امك يا سلمى انا اوريك. انا هرجعك تشحاتي تاني واعرفك مين هو عمر رشدي ده. هموت هموت يا شبيح، هموت يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. انا تشتغلني بنت المراحة وتقولي تعالى عشان عيد ميلادي، اروح على ايه؟ بتتخطب؟ بتتخطب والواد واقف زي البقف كده يقول لي اهلا وسهلا بنت اللذينة، وتقولي انا بحب الابطال. الابطال يا سلمى يا بنت المتضايقة. ماشي انا تعملي معايا كده؟ ماشي يا سلمى، ماشي يا سلمى يا بنت نوفل. ينفع كده يا شبي؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ 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 بس يا عمر ايه ده حبيبي ايه ده؟ هنقعد كله كده وليها حل؟ حل ايه يا ابو حل؟ حل ايه يا ابو حل؟ وابويا؟ ابويا يبقى عارف وما يقوليش؟ اروح هناك الاقيه معزوم عامل لي فيها ام العروسه. ماشي يابا ماشي يابا ماشي. هموت يا جيمي هموت. طب وحيات امك ينفع كده؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ 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 كسر عمر. ليه كده بس؟ ليه؟ ايه ده حبيبي؟ ايه تعال تعال اقعد اقعد. ايه ده؟ صحتك؟ صحتي؟ صحتي يا ابو صحتي؟ ما راحت صحتي، خدت صحتي وفلوسي ووقتي ويوتيوبي يا جيمي، خدت يوتيوبي. فين ال اوس اي حاجة قدامي اقعد. سيبني. طب انا راضي ذمتك يا جيمي، ينفع كده؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. ده انا بقالي سنتين بجهز في الشقه دي عشان اتجوز فيها، ده الشيشه كلها الله يخرب بيتك. تتجوز عشان تخلف ويجي عيالك على اخر الزمن يقولوا لك يا انكل جيمي. انا انكل جيمي بذمتك ينفع كده؟ لا طبعا. انا يا وعلى سنين السودا. يبقى ازاي؟ 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 مش عارف مالي، مش عارف مالي، انا تعبان. سوري يا جيمي. سوري يا حبيبي. معلش انا حاسس ان انا دوشتك شويه. انا مخنوق، انا عايز اغير جو. ارجوك يا عمر غير جو. ايه؟ اغير جو؟
انت مش حاسس بصاحبك يا جيمي؟ مش حاسس بيا تقول لي غير جو؟ ينفع كده؟ انت كمان ما بتردش عليا؟ ما بتردش عليا يا جيمي؟ ما بتردش عليا؟ ايوه يا باشا كله تمام يا باشا والحاجه معايا. انا انكل عمر. والله العظيم يا ابو ما كنا عارفين على وجب اللي احنا بنعمله. يعني امي ممكن يجي في مخيلتنا ان انت ومامي تتطلقوا. نتطلق؟ ده انا اتخلعت يا اولاد الموكوسه. سامحنا يا وحش سامحنا. ماشي وانت تقولي لي ورينا وشك الحقيقي واقلع القناع. انا هوريك وشي الحقيقي. انتوا بتصوتوش ليه؟ اصل انت نسيت تحط المية. عملها الكلب مذبوح. عمر يا وحش. وحش انت خليت فيها وحش يا مذبوح. ما حطيتش ليه مية في البرميل زي ما انا كان نفسي؟ ما انت ما قلتليش. طب اديني فرصة تالتة. الخاين يا مذبوح ملوش مكان بينا. سمعت قلت ايه؟ الخاين ملوش مكان بينا. مقتول. امرني يا وحش. انت حطيت كم معلقه سكر في الشاي؟ تلاتة يا وحش. وما حطيتش اربعه ليه زي ما انا كنت بتمنى؟ معلش يا وحش غلطة وندمان عليها. وبقول لك واسمعيها، الخاين مالوش مكان بينا. سبق وقلت لكم الخاين مالوش مكان بينا. مفتوق. اؤمر يا وحش. ايه هتاخد لي مذبوح ومقتول؟ تشويهم وتطبخهم وتحطهم للأولاد على العشاء. حصل يا وحش. ألو. ألو السيدة سلمى بنت نوفل. أيوة أنا. مين معايا؟ محسوبك لمؤاخذة اللهو الخفي. لهو؟ يا لهوي. انتي طبعا مستغربه ازاي البنات ما وصلوش لغايه دلوقتي. اطمني اتخطفوا. اتخطفوا؟ يا لهوي. قطعوا لي ودان البنات دولم واعملهم لي قطايف. قطايف؟ يا لهوي. عمر الو. عمر الحاني. انا سلمى. سلمى مين؟ مش وقته يا عمر، البنات اتخطفت. ولادي ولادي. السلام عليكم. خير يا سلمى؟ في ايه؟ الولاد فين؟ ولادي فين؟ انت اللي خطفت الولاد. انت اللي بلعتهم. ولادي فين يا لكوح؟ انت اللي بلعتهم. بلعت مين يا ابن المجنونة؟ وريني. يا ملك يا ليلى ما تخافوش يا حبايبي. انا بابا ما تخافوش.
ايه ده؟ ما اكلتوش ليه؟ الاكل قدامكم من امبارح، قلت لكم 100 مره مذبوح ومقتول لحمتهم لازم تتاكل طازه يا اغبياء. طب يا جماعه هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش عارف يا عمر، مش عارف، انا حاسس ان سلمى كده استوت يا معلم. يا عم انا ماليش دعوه بالماضي، انا بتكلم في اللي جاي. اللي جاي ايه؟ اللي جاي احلى. ناقص ظرفك. انا بتكلم جد دلوقتي. اذا بدك نحكي جد، انا رايي التلفن لهلا، وتطلب فديه كتير كبيره بتجي ريكعه تحت اجريك، وبعدين هي اكيد ما معها تدفع. برافو عليكي، فكره هايله يا بنت الايه. يبقى انا كده اخترت صح. الو، السيدة سلمى بنت نوفل؟ ايوه انا، مين معي؟ محسوبك ولا مؤاخذة، اللهو الخافي. ازيك يا استاذ لهو؟ ازيك يا ماما؟ أنا في الحقيقة كنت عايز أطمنك على الرشانتين اللي عندي، وأقول لك ما تقلقيش، ما بيناموش غير لما يتعشوا باتنين مولتو ويعملوا الهيم ورك بتاعهم. كتر خيرك يا أستاذ لهو، بس مش تديهم لي بقى؟ إحنا مش عايزين نتعبك أكتر من كده معانا. لا 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 لا، لسه موضوعنا ما خلصش. إحنا بس كان عندنا طلب رفيع من سيادتك. أمر أمر يا أستاذ لهو. احنا طالبين فدية عنيفة شوية، 75 جنيه وعهد الله ما هينزلوا مليم. كم؟ 75 مليون جنيه. اجيبهم منين دول؟ يا نهار اسمر. اسمر تاني يا سلمى؟ نعم. الو، قدامك مهلة لغاية الصبح وبيديني مزدكول. ها ايه يا سلمى؟ الاقي معاك 75 مليون جنيه سالف واديهم لك يوم الثلاث؟ ما الاقيش انا معاكي 3000 جنيه وارجعهم لك السبت؟ يوه انت هتهزر يا رشدي، انا عيالي مخطوفين. ايوه يا عمر، مش ده تليفون عمر برضو؟ ايوه يا سلمى انا عمر. ايوه يا عمر، بس انا سمعت صوت القهوه جنبك. ما انا قاعد معاه على القهوه بحاول اوصل للديل كويس، وصلت معاه 2 مليون جنيه، بس المشكله ان هم طالبينهم خمسات. قول لها خمسات جديده. المهم بكره الصبح هنقابلهم. طيب اوكي يا عمر. عمر بس انا لازم اجي معاك، انا مش هينفع استنى كده. لا يا سلمى، خليكي انت ورشدي قضوا وقت سعيد. ازاي يعني؟ طب اقول لك انت برضو ام، تعالي احضري اللحظه دي. طيب يا عمر، طب قول لي اقابلك فين؟ ما تخلص يا خلاص. خلاص يا سلمى، هبعت لك العنوان في مسج. اوكي يا عمر. البنات فين؟ ما جبتهمش الا لما اشوف فلوس الفيديو الاول بعناية، وبعد كده ابقى ابعتهم لك. لو بناتي ما ظهروش دلوقتي هقلبها مجزره. بناتي يا عمر اتصرف. لا يا سلمى، اللي معاها رشدي لكوح ما تقولش عمر. عاش عاش يا ابو الابطال. ربنا معاك يا بطل. البس. عمر ولا نازل الشوط التاني؟ بس ما تبوظيش تمرين. يا معلم ما وقعتش ليه؟ الله يفضحك.
الرجاله كلها قبضت الا انا. غالي والطلب رخيص كده. البنات فين؟ ما نعرفش. ما تعرفوش؟ طيب بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا. بنحبك وقفنا عمر. عمر أنا فخورة بيك أوي يا عمر، بس برضو ما رجعناش البنات. لو سمحت لو سمحت، حضنك ده ما بقاش ملك دلوقتي، بقى ملك لقلبك اختار. لحتى من قلبنا تهني قلوب ملايين. لحتى من نوي انت مش طبيعي. كل جون بقى ومنظرها وانا بقولها ايه؟ اتمنى لك حياة سعيدة مع اللي قلبك اختاره. نهارك سعيد. مش عارف يا عمر، حاسس ان كده تو ماتش، حاسس كده كفايه بقى. بقول لك ايه، من الاخر سلمى صعبانه عليا قوي. ما تصعبش عليك غالي يا روح طنط. ايه شويه جيمي، في لهم التسويق، في لهم التفويض. مثلا مثلا ايه يا عمر؟ سوسكا دي شريره عايزه تولع فينا كلنا وتعمل حرب اهليه ثالثه. يا سلامي، حرب اهليه تشوف، مش هي بتحب الابطال صح؟ شو بك يا عمر؟ ضلك بطل للنهاية. ضلني بطل للنهاية. يا انتوا متاكدين العصابه ما عدتش من هنا؟ لحسن انا جاي بجري وراها من الدوحه. الدوحه؟ ايوه الدوحه سلمى، وامبارح كنا في المغرب. طب طب اقعد، طب ارتاح يا عمر. طيب طب اعمل لك حاجه تشربها، اعمل لك حاجه تاكلها. اهي دي فكره كويسه، بس للاسف ما اعرفش اكل غير سوسكتي حبيبتي، لازم تبقى معايا خطيبتي بقى. معقول كده؟ يلا القطر رايح فين فين فين؟ يا جمل، ها ايه رايكم في اكل سلومتي حبيبتي؟ مش هالقد يعني، وبعدين ريحه البيت عندك كتير كتير بشعه، انا كتير بقرف. انت بتطبخي بزيت ولا بشو؟ يا حبيبتي بطبخ بزيت. انت بتطبخي بايه؟ صابون سايل؟ اطبخ انا؟ عمر ابدا ما بيخليني فوت على المطبخ، تيضلوا اصابيعي واظافير كتير حلوين. مش هيك يا عمر؟ ما بيخليني فوت على المطبخ. هيك حياتي. الله يرحمه كان بيشرب الشوربه بايديه. معلش يا حبيبتي عشان الجوانتي في ايدي، بس هرشي لي هنا والنبي. اوكي. بس بس كفايه كده. سلموا لي هالايادي حبيبي. ايه يا ابو الابطال، انا شايفك داخل على البيضه 83. انا كده عموره، قبل اي بطوله لازم اديها بيض بيض بيض. طب خد بالك بقى ابو الابطال، لحسن البيض بيطفح على الشخصيه. ايه ده؟ العصابه بعتوا لي بي بي ام وبيقولوا ان احنا لازم نقابلهم بكره الصبح، وبعتوا لي عنوان. العصابه بعتت لك بي بي ام؟ ايه
اصل امبارح الله بعت لي البين بتاعه وعملت له اد. انا العيال وحشوني قوي. طيب نستأذن احنا بقى عشان نلحق ميعاد الصبح. ايه يا حبيبي تتلحق تعمل لي مساج. طب وايه لازمه المروح دلوقتي واحنا عندنا مشوار مهم الصبح؟ ما تخليكوا قاعدين معانا يعني، ولا ايه يا رشدي؟ قصدي يا بيبي. امرك يا حياتي. طب والله فكره، حس كده بقى انا لازم اريح شويه، الولاد وحشوني قوي. يلا بينا يلا يلا نطفي النور يلا نطفي. يا استاذ لكوح انت هتعمل ايه؟ لا بقول لك ايه، اتقي الله اتقي الله يا استاذ لكوح. وبالنسبه للبيض اللي بيغير الشخصيه، الو ايه جيدة شو اخبارك؟ منيحة. شو يا بختي بعمر؟ عمر هيدا حياتي كلها. اسد قال قولي 10 اسود مع بعض. الله عليك شو بدي احكيني. بصي اسمعيني، انا رح اخدمك خدمة، انا حسلفهولك بس على شرط يوم واحد وبس عشان وحشني. انت ما عرفتي شو صار؟ انا سلفته لكل اصحابي بالشغل. يا عمر حبيبي كتير كتير عم بيتعب كتير. ايه معلش اكل عيش وبس. يلا قوم عشان تعدلي، انت عارف اني داخل على بطوله ولازم قبل ما انام العب 7000 ضغط و14000 بطن. طب مش هتتعب يا ابو الابطال؟ ده انا كده هتعب من العد، بس حقك ابو الابطال. يلا قوم نام على ظهري. انام على ظهرك؟ يا وسخ. هتنام بظهرك عشان ما جبتش الاوزان بتاعتي معايا. يلا قوم. كتير بحب حط كريم على جسمي بالليل. صبرنا يا رب. بس يوجولي مش انا اللي بدهنه. عمر مغنجني كتير. يا حبيبي يا عمر شو حنون يقبرني. هيدا الكريم لأجري تيضلن حلوين. وهيدا بستعمله لوجهي كتير منيح تيضلو منور. وهيدا الكريم لأيدي كسري ايدك. عمر كتير بحب الايدين الناعمين الله يرحم. وهيدا ال على ابو سفلتك. الفيلم 214 15 16 17 حمود تلاكوح. كمل حمود تلاكوح. بدي فكرة ايدي بقى يا ترى. انا قبل ما نام بحب ارقص وبحب حتى ميوزك، لانه عمر دايما بيقول لي ما بقدر نام يا سوسو غير ما اشوف رأسك الحلو، وبحط ايده على خصري وبيقول لي هيدا هو. معقول كده؟ بنت السلطان حلمك على الغلبان، الميه في ايديك وعدويه عطشان. يا بنت السلطان حلمي على الغلبان، الميه في ايديك وعدويه عطشان. كوبري عباس ماشية وماشية الناس، ماشية تبص عليك يا فروطة وانا انا. على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية. ألو دليل نمرة بوليس الأداب لو سمحت. الكاميرا بتاعتك اللي فصلت. طب ما تكلمني في التليفون وتحكي لي. لا بس ده موضوع بقى ما ينفعش في التليفون. يا لكوة طب ينفع شغل التكييف؟ هاخد برد. وصلنا لكام؟ 4000. وهي بوسة لشفافك يا عمر. وهي شوف يا عمر قد ايه انا دجرانة من دونك.
دي مجنونة يعني. شوف يا عمر، كيف أنا مش قادرة أعيش من دونك. يا حبيبي يا عمر، ما بتأخر علي أبدا. أنت اللي وحشاني أكتر يا سوسو. أنت أهم من أي واحدة واطية عرفتها بحياتي حبيبي. أنت الأصل والباقي كله شباشب. يا حبيبي يا عمر. شباشب يا ابن الصرمة. بقول لك يا شريف، هي السلعوة بيضة وقرعة؟ طب أنا أسلي لك واحد إزاي بس؟ هز السلعوة يا لكوح، هز السلعوة يا لكوح، هز السلعوة، هز السلعوة، هز السلعوة يا حبايب السلعوة. ما هو بسبب كلماتها دي طول الليل اتأخرنا على البنات. بسرعة يا رشدي الله يخليك. يا جماعة انتوا نقلتوا البنات برا ليه؟ وبعدين ربطينهم جامد كده ليه؟ عجبتنا اللعبة بتاعتك وقلنا نلعب احنا كمان، وهي اللعبة قلبت بجد. وبعدين كده كده في ناس دفعت اكتر منك. صدقيني والله العظيم يا سلمى زي ما بقولك كده. بلا سلمى بلا زفت، هتفضل طول عمرك تافه كده؟ مخك كان فين؟ اتجننت؟ ادينا اتخطفنا بجد. عاجبك؟ ارتحت؟ انت السبب على فكرة، انت اللي اضطريتيني اعمل كده. سلمى انا كنت هموت، كنت هموت ونرجع، فقلت اعمل اي حاجة. بعدين الحيوان ده عرفني عليهم على ان هم اصحابه، ما كنتش عارف ان هم يقدروا بينا. يا عمر كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ قلت عايز عصابة جبت لك عصابة. امال يعني كنت عايزني اجيبهم لك من كلية الطب؟ يوه يخرب بيت ام رغيوكو، صدعتوني. ان شاء الله كده هتفضلوا مشرفينا يا عطايد لحد البص ما يوصل. والبص ده هيوصل امتى ان شاء الله؟ وبعدين انا عندي بطوله وعندي ميعاد وجبه دلوقتي. انا كان مالي ومال الموضوع الزباله ده. على فكره يا عمر انا هعترف لك، انا ولا خطيبها ولا زفت، انا اخو صاحبتها، كانت كنيله في معرفتكم الهباب. وانا كمان يا سلمى، انا صديقته لعمر بس هو عامل كل هيدا الفيلم الهند لحتى يرجع لك. يلعن الساعة. حتى يرجع لك. البص وصل. ايه انت عمو ممدوح؟ معقولة يا عمو ممدوح؟ يعني أبويا اللي معرف جيمي على الناس دي، وجيمي طول الفترة دي بيشتغلني؟ الله، يعني معنى كلامك إن أبويا وجيمي وسوسكا هما اللي لبسوني الخازوق ده؟ وأنا كمان، وأبوك هو اللي كان مظبط موضوع خطوبة سلمى عشان تتربوا وتعرفوا قيمة بعض وتعرفوا يعني إيه عندك أولاد. مش حل أي مشكلة هو الانفصال، حبوا بعض، استحملوا بعض، أولادكوا يستاهلوا. أسيبكوا أنا. السلام عليكم. أنا آسف يا سلمى. أنا اللي آسفة يا عمر. أوعدك إني هرجع أشتغل تاني. وفعلا زي ما أنت قلتي، الراجل اللي يبقى عنده فرصة يشتغل وما يشتغلش يبقى ما يستاهلش يكون أب ولا زوج ولا راجل من أصله. ما تزعليش مني. مش زعلان. طب أقولك على حاجة بقى، أنا جاي لي شغل في شرم الشيخ وهطلع أعمله لوحدي من غير أبويا. شرم تاني يا عمر؟ والله المرة دي بجد، وعشان تصدقي وتطمني هاخدك معايا. ماشي. إيه ده؟ إيه ده؟ يا نهار أسمر، الكابتن نسي يفكنا. يا كابتن! يا كابتن! كابتن ممدوح! استنى يا عمر! ممدوح هفرج! يا عمر استنى! اتضير وانا فكك! اتضير! كابتن! اتضير وفكينا!
الله، طب ما انا قاعد اهو، امال مين اللي راح جاب الحاجات دي؟ والله كنت قاعد في حالي، قالت لي حضنها عمر، وانا اسمع عمر فحضنتها. وانت اي حد تحضنيه كده؟ هعمل لك ايه؟ ما هو شبهك بالظبط يعني. شبهي؟ ايوه، بعدين عمل لي الحركه اللي بحبها. استعبطي ولا ايه؟ ايوه، بسني في كف ايدي. انت مش هتشيل معايا ولا ايه؟ انت يا سيد، انت بتشيل معايا الحاجات دي؟ بس يا بنت، انت انا مش هفضل شايله دور يا عمر لوحدي. احنا ما بنوصلش ليه؟ انا عارفه.